السلام عليكم. في الفيديو ده هشرح الـ frames، ازاي نحل frames باستخدام الـ direct stiffness method. بس قبل ما اشرح الحل بتاع الـ frames، خلينا نعرف الفرق بين حاجتين مهمين في الـ frames، اللي هو الـ sway cases والـ non sway cases. طيب، يعني ايه sway؟ sway يعني هيبقى فيه ميل في الـ frame نتيجة سواء شكله او سواء حالة التحميل بتاعته. فخلينا نقول كده الكيسز بتاعت سوي، يعني فور اكزامبل كده ممكن يبقى عندي فريم بالمنظر ده، ده رولر وده فيكسيشن. طيب دلوقتي لو حصل وحطيت لود في الاتجاه ده او حطيت لود في الاتجاه ده، فاللي هيحصل ان الديفليكتد شيب هيبقى حاجه بالمنظر ده كده. فهنلاقي ان الفريم حصل له حركه في اتجاه الحمل اللي موجود عندي. طيب في اكزامبل تاني، طيب في كيسز انا ما عنديش فيها رولر، عندي مثلا فيكسد. خلي بالك هنا من قبل ما يبقى فيه أحمال، يعني اللود ده واللود ده لو ما كانوش موجودين، أي لود هيتحط هيسبب سوي. لكن في الشكل اللي عندي ده لازم يكون فيه لود في اتجاه اللي يقدر يعمل لي سوي، سواء هنا أو هنا مثلا، حاجة في الاتجاه ده أو حاجة في الاتجاه ده. دي الكيسز اللي تعمل لي سوي. لكن لو عندي حمل في الاتجاه ده كده مش هيعمل لي سوي في حالة واحدة بس، لو كانت الانرشيا بتاعت العمود ده بتساوي الانرشيا بتاعت العمود ده، ففي الحالة دي مش هيحصل سوي، وهيبقى شكل الديفليكتد شيب بتاعي بالنسبة لي الأحمر هيبقى حاجة عاملة كده. أما بالنسبة لي الحمل ده فهيبقى حاجة عاملة كده، يبقى دي حالة من حالات السوي. لو عندي فريم بالمنظر ده أيا كانت الإنرشيا بتاعته، بس في حمل جاي في النص، في حمل جاي على الجنب ده. طيب آخر example، لو انا عندي برضو نفس الفريم لكن الحمل بتاعي جاي من فوق ومش في النص، يعني مش سيمتري، ساعتها هيبقى الفريم ده من الحالات بتاعت السوي، لانه هيميل اكتر الناحية دي. بالنسبة بقى لحالات اللي هي non sway، حالات ال non sway نفس الفريم ده كده، بس بدل ما ده كان رولر فده بقى فيكس. اي لود هتحطه عندك هيبقى non sway، لان ساعتها deflected shape بتاعك هيبقى حاجة كده كده. طيب ممكن شكل تاني، يبقى بدل ما هو fixed ممكن يبقى fixed هنجد مش رولر، ساعتها برضو مش هيحصل سوي، وهيبقى بنفس الفكرة الحمل. آخر كيس
شبه الكيس اللي احنا لسه شارحينها من شوية. لو انا عندي فريم وتو كولومز، لو الانيرشيا هنا قد الانيرشيا هنا، ساعتها اي حمل عندك هيتحط هيبقى نون سوي. ساعتها لو عندك حمل هيتحط في النص سواء distributed او concentrated فهيبقى نون سوي، لان هيبقى الديفليكشن بتاعك حاجة عاملة كده. تمام. طيب ده بالنسبة للسوي والنون سوي. طيب تعال نتكلم على نقطة تانية، وهي ازاي تحدد الـ degrees of freedom. تعال نشوف ازاي احدد الـ degrees of freedom في الفريم. طيب احنا كنا اتكلمنا قبل كده ان انا عندي اي member بيتحدد بين نقطتين، two joints، بداية والنهاية بتاعته، وكل joint بيبقى فيها ادي degree of freedom، تاني degree of freedom، تالت degree of freedom. ادي واحد اتنين تلاتة، واحدة في ال x، واحدة في ال y، واحدة حوالين ال z. نفس الكلام هنا، ادي رابع degree of freedom، خامس degree of freedom، وسادس degree of freedom. فبيبقى عندي في اي member 6 degrees of freedom، اللي بيبقى في اتجاه ال x، واللي في اتجاه الواي، وآخر حاجة اللي حوالين محور زد. تمام. طيب لو أنا عندي فريم اللي هو two columns زي اللي احنا شفناه من شوية حاجة كده، لو طلب مني إني أحدد عدد ال degrees of freedom في الفريم ده، تعال نشوف. عندي عند النقطة دي مفيش اي degrees of freedom، لان السبورت بيمنع الحركة في اتجاه الاكس وفي اتجاه الواي وفي اتجاه حوالين الزد، فهنا هيبقى 0 degrees of freedom. تمام. طيب نفس الكلام عند الجوينتس دي. طيب بالنسبة لي الجوينت اللي هنا، الجوينت هنا مسموح لها تتحرك في اتجاه الاكس، أقول إن ده واحد، في اتجاه الواي أقول إن ده اتنين، وحوالين زد أقول إن ده تلات. نفس الكلام النقطة اللي هنا ممكن تتحرك في اتجاه الإكس، وفي اتجاه الواي، وفي اتجاه حوالين الزد يحصل لها روتيشن. يبقى في الكيس دي أنا عندي فيه 6 degrees of freedom. طيب تعال نشوف كده كيس تاني، لو زود لي condition معين، لو جه قال لي برضو عندي frame بتو columns وطلب مني حدد عدد ال degrees of freedom، بس قال لي condition كده صغير، قال لي انه neglect ال axial deformation. طيب ايه المقصود بال axial deformation؟ دلوقتي لو انت عندك member بالمنظر ده اكزيال، المقصود بيه الاكزيال ديفورميشن الحركه بتاعه الممبر سواء تنشن او كومبريشن، حركه في الاتجاه بتاعه بارلل لي، يعني حركه في اتجاه الاكس بتاعته. فانا لو فرضنا ان الممبر ده فيه اكزيال ديفورميشن، فلو انا حطيت فورس عليه بالمنظر ده، فاللي هيحصل انه هيحصل له تنشن، هيحصل له تمدد، فيبقى
يطول يوصل للنقطة دي مثلا، فيبقى عندي هنا ده مقدار الأكسيال ديفورميشن اللي حصل عندي. طيب لو أنا عملت نجلكت للأكسيال ديفورميشن ده معناه إيه؟ ده معناه إن ده بقى ريجيد جدا، ده كده يعتبر ريجيد ممبر، حاجة شبه الدايفرام اللي احنا شرحناه قبل كده. هتلاقي إن النقطة دي لو جت تتحرك في اليمين لازم النقطة دي تتحرك بنفس المقدار، فهتلاقي إن بدل ما دلتا واحد بس فهيبقى عندك دلتا واحد ودلتا واحد الاتنين بيساوي بعض. طب هنا دي ممكن تكون حصل لها ديفورميشن، هنا دلتا اتنين وهنا دلتا واحد، يبقى في الكيس دي دلتا واحد بتساوي دلتا اتنين، الاتنين بيتحركوا مع بعض، لكن دي دلتا واحد مش بتساوي دلتا اتنين، والدليل ان دي كانت زيرو ودي طولت لغاية دلتا واحد، لكن هنا الاتنين هيتحركوا مع بعض فيبقى نقل كده، وتبقى ال L هنا هي ال L هنا نفس الطول، وما حصلش اي تغير في الطول، فما حصلش axial deformation. يبقى انا لما يقول لي neglect ال axial deformation ده معناه ان ال joints بتاعة ال member الواحد ليهم نفس ال deformation سواء في ال X سواء في ال Y. تمام، يعني نفس الكيس تنطبق لو انا كان عندي الممبر كده وقلت لك نجلكت الاكسيال ديفورميشن، فهتلاقي ان دلتا واحد بتساوي دلتا اتنين اللي هنا. اوكي تعال نطبق الكلام ده على الفريم ده ونشوف ايه الديجريز اوف فريدم هتتأثر ازاي. هنا زيرو وزيرو وزيرو روتيشن، نفس الكلام زيرو في الواي زيرو في الاكس وزيرو روتيشن. طيب تعال نشوف هنا النقطة دي لو جيت اشوف في الاكس هل مسموح لها تحصل حركة في الاكس؟ اه مسموح لها تحصل حركة في الاكس، بس خلي بالك هنجلكت الاكسل ديفورميشن، يبقى حركة النقطة دي هتبقى هي حركة النقطة دي، فانا ممكن اقول ان دي degree of freedom رقم واحد، يبقى دي برضو نفس ال degree of freedom فتبقى degree رقم واحد. طيب تعال نشوف في الواي هل في الواي، لو جينا فرضنا وحطينا ان في ديفورميشن في الواي هتلاقي ان المفروض نجلكت الاكسيال ديفورميشن، فالنقطه دي تتحرك زي النقطه دي فتبقى النقطه دي حركتها بصفر فتبقى دي برضو بصفر. طيب بالنسبه للروتيشن مفيش حاجه في الروتيشن، فهنحط الديجري فريدم بتاعتنا اللي هي تاني ديجري فريدم. طيب وهنا النقطة دي نفس الكلام، المفروض كان هيبقى عندي هنا أجزل عندي هنا degree of freedom تتحرك في اتجاه ال y، بس نتيجة فرض إن هنجلكت ال axial deformation فده هيبقى rigid جدا، فالنقطة دي هتتحرك مع النقطة دي، فهتلاقي إن النقطة دي حركتها هتبقى بصفر، يبقى هنا ال degree of freedom بتاعتي صفر، يبقى دي مش هتتحرك فوق وتحت. تمام، لكن ممكن يبقى عندي rotation حوالين الزد عند النقطة دي ويبقى دي تالت ديجري اوف فريدم، يبقى هنا أصبح عدد الديجريز اوف فريدم بتاعتي تلاتة ديجري اوف فريدم، وده فرق نتيجة الايه؟ نجلكت الاكسيال ديفورميشن، وده اللي احنا واحنا بنحل في الامتحان لو ما حددتليش انجلكت او اسيب او كونسيدر الاكسيال ديفورميشن زي الكيس دي، فانت هتفرض انك هتنجلكت الاكسيال ديفورميشن عشان يبقى عندك عدد المجاهيل بتاعتك اقل وتبقى المساله اسرع. فيبقى لو هو ما قاليش consider axial deformation يبقى انا ههمل. تمام، طبعا ده مع فرض ان الـ EI في الاثنين ثابت. طيب أول خطوة كانت في تحديد عدد الـ degrees of freedom، بس طبعا بعد ما تبتدي تسمي النقط اللي عندك هنا. طيب تعال نفترض إن ده member رقم واحد، دي joint A
joint B joint C إن ده member رقم 2. عدد ال degrees of freedom هنا عند ال fixed support مش هيبقى عندي degrees of freedom. هنا لو انا فرضت بقى لنفسي اني هنجلكت axial deformation يبقى ساعتها هقول ان ده ممكن يتحرك في اتجاه الاكس فتبقى دي اول degree of freedom، يبقى دي برضو هتتحرك نفس الديجري اوف فريدم دي بنفس المقدار عشان انا هنجلكت الاكسيال ديفورميشن في الاكس، ونفس الكلام هنجلكت الاكسيال ديفورميشن في الواي، فهقول ان عند الواي الحركه هتبقى بصفر لان ده برضو بصفر. يبقى كده فاضل لي الروتيشن اللي هو حوالين زد، فاقول ان ده تاني ديجري اوف فريدم. طيب بالنسبه للنقطه دي هنا مسموح له بالحركه اللي هي تالت degree of freedom، بس انا مش هستفيد منها باي حاجة لان انا كده كده عارف ان المومنت عندي في الحالة دي بصفر. الكيس دي بعتبرها معايا او بستفيد منها لو انا اعتبر ان دي fixed لما اجي احسب ال fixed end moment، بس انا هعتبرها hinged وههملها لان كده كده عارف ان المومنت في الاخر خلاص هتطلع بصفر، فهستخدم الاثنين دول بس. تمام. طيب يبقى انا كده عندي كام degree of freedom؟ انا كده عندي 2 degrees of freedom. مين هما؟ تعال نحددهم في ال unknowns بتاعتي. هقول ان انا عندي deflection في اتجاه واحد اللي هو deflection نقطة B، وهو هو deflection نقطة C أو displacement نقطة C. ده أول unknown. وتاني unknown هو rotation 2 اللي هو rotation عن نقطة B. تمام. بما إن deflection والrotation مختلفين عن بعض فأنا ممكن أستغنى وأنا بحل عن واحد واثنين. طيب انا كده حددت الـ unknowns بتاعتي. تالت حاجة بعملها هي اني اكتب الـ equation. طيب انا هنا عندي كام unknown؟ عندي 2 unknown، يبقى الـ equation بتاعتي هتبقى الـ equation بتاعت 2 degrees of freedom اللي هي F1 بتساوي K1 واحد واحد. اوكي تبقى الايكويشن بتاعتي حطها بقى في هيئة الماتريكس الفورس اف واحد واف اتنين. خلي بالك ان الفورس دي هي فورس لكن هنا هي مومنت، فالمقصود بالاف هو اللود عامة بيساوي الستيفنس ماتريكس بتاعتي تبقى كي واحد واحد كي واحد اتنين كي اتنين واحد كي اتنين اتنين. وعندي هنا الديسبليسمنت وعندي هنا ثيتا اللي هي واحد واتنين براحتنا بقى. تمام. الخطوة الرابعة هي اني احدد الاستفنس بتاعي، وعشان احدد الاستفنس اتفقنا ان انا هفرض displacement عند كل degree of freedom. طيب هنا مش هتبقى displacement، هنا هتبقى rotation، فهفرض unit rotation على كل degree of freedom وابدأ اشوف ال joints الاستفنس بتاعتها بكام. طيب يبقى انا هشيل كل loads تعال نحسب الاستفنس ونقس. هقول ان انا عندي كيس رقم واحد، كيس رقم واحد دي اللي بيحصل عندها ايه؟
يحصل عندها displacement بتساوي واحد والثيتا هتكون بتساوي زيرو. يبقى أنا لما أفرض إن displacement بتساوي واحد هنعملها إزاي؟ هرسم ال free body diagram بتاعي وأبدأ أحسب. أدي joint B بتاعتي، وادي joint C، وده joint A، وده دي A ودي B دي C، وده member رقم واحد وmember رقم اتنين. طول الممبر ده وطول الممبر ده 6 متر. طيب لما أبدأ أحرك النقطة دي واحد، أبدأ أحرك النقطة دي واحد يونت، واحد متر، فالنقطة دي هتتحرك 1 متر، وفي نفس الوقت النقطة دي هتتحرك 1 متر، فمش هيتكون عندي أي stiffness لأن ده بقى moving، بقى بيتحرك. إمتى يتكون عندي؟ لو كان في نقطة ثابتة فهيبتدي يبقى في رد فعل. تمام، يبقى هنا كده مفيش حركة. طيب لما النقطة دي، النقطة دي تتحرك كده 1 متر، ايه اللي هيحصل هنا؟ هيبقى المنظر بالطريقة دي، ده كده فيكسد، ويروح للنقطة دي اللي هي فيكسد برضو. طيب لو رجعنا للقوانين بتاعت الاستفنس بتاعتنا، فكنا هنلاقي ان لو انا عندي member fixed fixed حصل له unit displacement بالمنظر ده، وبقى ده deflection، فيتكون عندي مومنت قيمتها 6 EI over L square، وهيبقى عندي الرياكشن الناحية التانية نفس الكلام 6 EI over L square، وهيتكون عكسه كابل وفورسز قيمته هتبقى 12 EI over L power 3، والناحية التانية عكسه 12 EI over L power 3. طيب تعال نعوض بالكلام ده هنا، فأقول إن هنا هيتكون عندي مومنت قيمتها 6 EI over L، ال L بتاعتي طول الممبر ده 4، و الناحية التانية 6 EI over 4 squared اللي هي 16، و reactions للمومنت الرياكشن هيبقى 12 EI over ال L اللي هي 4 power 3، يبقى هنا برضو 12 EI over L اللي هي هتبقى 4 power 3 اللي هي تقريبا 64. تمام، طيب كده انا عرفت الاستفنس بتاعت الممبرز، عايز انقلها ليه الجوينتس. تعال ننقل المومنت دي عكس الاتجاه، فتبقى كده وقيمتها 6 على 16 EI، ونفس الكلام الفورس اللي هنا هتروح في الاتجاه ده وتبقى قيمتها 12 EI over
64. طيب الاستفنس بتاعتي انا هنا المفروض عندي استفنس في الاتجاه ده وعندي استفنس في الاتجاه ده. الاستفنس الاولانية المفروض عندي استفنس عند جوينت بي في الاتجاه ده واستفنس روتيشن في الاتجاه ده. احنا دايما بنفرض الاكس ده البوزيتيف وده البوزيتيف واي وده البوزيتيف زد، ادي كده البوزيتيف. فالكاونتر كلوك وايز بالنسبه لي هو البوزيتيف. طيب انا هنا هقول ان الاستفنس بتاعت ال degree of freedom الأولانية نتيجة الكيس الأولانية، والاستفنس بتاعت degree of freedom التانية نتيجة الكيس الأولانية، وبعد كده apply ال equilibrium. تعال نشوف كده ال equilibrium هيقول إن K11 minus 12 EI over 46 الكلام ده بيساوي 0، يبقى K11 equal 12 EI over 46. طيب K21 minus 6 EI over 16 equal 0، يبقى K21 equal 6 EI over 60. هذا كده أول two stiffness. طيب تعال نحسب الكيس الثاني، case number two، لما هيبقى displacement اللي هي رقم واحد عندي بصفر والروتيشن اللي هي الثانية بالنسبة لي هتبقى بواحد radian. تعال نشوف ايه اللي هيحصل. هيبقى عندي طيب ده كده الفري بودي دايجرام بتاعي، انا بقول ان الروتيشن عند النقطة دي هتلف ب 1 ريدي، كأني بقول ان لو ده فيكسد هيلف كده اتجاه ده ثيتا equal 1 ريدي. تمام، لما يلف كده في اتجاه الكاونتر كلوك وايز 1 ريدي فيبقى عندي حاجه بالمنظر ده كده. طيب عشان نفتكر الشكل ده تعال كده على جنب ونقول لما انا كان عندي member fixed hinged فده شكل الديفليكشن بتاعي، فيتولد عندي هنا مومنت قيمته 3 اي اي اوفر ال، هنا المومنت قيمته صفر، هنا الرياكشن فيبقى عندي الرياكشن 3 اي اي اوفر ال سكوير، اللي هو كأني عندي كابل اوف فورسز هيقاوم المومنت الموجودة عندي، فالتلاتة اي اي اوفر ال ديفايدد ال ال هيديني الرقم ده، وعشان الإيكوليبريم في الواي يديني برضو الرقم ده. تمام، طيب لو جينا نرجع للمسألة بتاعتنا هنلاقي ان الرياكشنز اللي في اتجاه الواي دي مش فارقة معايا، الاستفنس اللي في اتجاه الواي دي مش فارقة معايا، انا مش محتاج اعوض بدول، انا كل اللي محتاج اعوض بيه هي قيمة المومنت اللي هنا اللي هي 3 اي اي اوفر ال، والال عندي بستة، هنقل الكلام ده الناحية التانية عشان يحصل الاكوليبريم، فيبقى عندي اي اي اوفر 2. طيب تعال نشوف النقطة دي نفس الكلام، أنا عندي هنا fixed بس المرة دي fixed مش fixed hinged، وهتلف counter clockwise اتجاه ده كده theta، فيتولد عندي moment. تعال نراجع الرول ده، لو أنا عندي شكل fixed وحصل روتيشن
يبقى حاجة بالمنظر ده كده، فيبقى هنا عندي 4 EI over L، ويبقى هنا ال reaction 2 EI over L moment، ويتولد عندي ال reactions في ال Y 6 EI over L squared، و6 EI over L squared، وده نتيجة couple of forces، مجموع الاتنين مومنت دول 6 EI، فأنا محتاج مومنتس عكسها وبنفس المقدار بتاعها، فتبقى 6 EI over L squared. اجمع الاتنين دول واقسم على الطول هيديك الرقم. تمام، تعال نشوف الحالة بتاعتنا. أنا عندي هنا 6، عندي هنا 4 EI over ال L بتاعتي اللي هي 4. طيب والناحية التانية هيبقى 2 EI over ال L اللي هو 4. طيب بالنسبة لل reactions، فيبقى عندي هنا ال reaction قيمته 6 EI over ال L squared اللي هو 4 squared تبقى 16، يبقى العكس برضو بنفس القيمة 6 EI over 16. تمام، الخطوة اللي بعد كده هي إن أنا أنقل الفورسز بتاعتي الناحية التانية، وبعد كده أعمل إيكوليبر، تنقل المومنت، هيبقى عندي مومنت اللي هي EI بما إن الأربعة تطير مع الأربعة، وهيبقى عندي فورس في الاتجاه ده كده قيمته 6 EI على 16. طيب أنا هنا في كيس رقم 2، كيس رقم 2 عندي stiffness عند degree of freedom رقم 1 نتيجة كيس رقم 2، وعندي stiffness كيس رقم ال degree of freedom رقم 2 نتيجة كيس رقم 2. فلما أجي أعمل equilibrium هلاقي إن K 1 2 بيساوي 6 على 16 EI، وبرضو اتأكدت إن K 1 2 هو K 2 1. K 2 2 بتساوي، لو جينا نشوف كده هتلاقي إن ده نيجاتيف ونيجاتيف، فيبقوا بوزيتيف الناحية التانية، هيبقى EI زائد EI على الاتنين، فيطلع 3 EI على الاتنين. طيب أنا كده حسبت الاستفنس. خطوة بعد كده هتبقى جديدة شوية ومختلفة عن الخطوة بتاعت الرود وبتاعت التراسل، هي إني هزود الفيكسد إند فورسز أو الفيكسد إند مومنت. تعال نشوف كده. طيب خلي بالك في الفيكسد إند مومنت هنبتدي نفك الفري بودي دياجرام، بس هخلي اللودز بتاعتي. لما باجي احسب الاستفنس انا ما بهتمش باللودز، انا بهتم بس بشكل الرياكشنز والكونسترينز بتاعتي. ف تعال نرسم الفري بودي دياجرام للمنظر ده، تعال نرسم الفري بودي دياجرام بس احط كمان مع اللودز. فعندي ده كان ممبر بي سي وكان عليه distributed load قيمته 3 طن متر، عندي هنا الرولر اللي هو كان سي، وهيبقى عندي هنا ده الجوينت اللي هو بي. خلينا نقول ان ده يعتبر fixed من الناحية دي وهنجد من الناحية دي. طيب وبالنسبة لجوينت بي مع جوينت اي اللي هو fixed support، فهي تعتبر كأنها fixed. كان عندي هنا load 40 طن و distance دي 4 متر 2 و2. تمام، طيب الفيكسد اند مومنت
عند الجزء ده ده fixed hinged، فيبقى عندي مومنت قيمته W L square over 8. فلو جيت تعوض هتلاقي 3 وال L بتاعتنا اللي هي 6 square over 8، يطلع في الآخر 13.5 تون متر. طيب وبالنسبة للرياكشنات في الواي هلاقي ان ده distributed load، ف يديني 2 رياكشن قيمته WL على الاتنين، يعني 3 في 6 على الاتنين equal 9. و الرياكشنز نتيجة المومنت اللي موجودة 13.5، يبقى أنا محتاج كابل عكسه equal in magnitude و opposite in direction، فلاقي إن ده بيلف كده، فأنا عايز حاجة تلف عكسها، وقيمته تبقى قيمة المومنت مقسومة على الديستنس دي، يعني 13.5 مقسومة على ديستنس 6، فتطلع 2.25 و 2.25. ده بالنسبة للجزء ده fixed end moment وال fixed end force، وطبعا forces هنا صفر وصفر لأن مفيش حاجة في اتجاه الواي. بالنسبة للشكل ده اللي هو fixed، فلو رحنا للجدول بتاع fixed end moment هنلاقي إن الأربعين concentrated load على fixed يبقى PL over 8، يبقى 40 في 4 over 8 هتطلع 20. نفس الكلام هنا هتطلع 20. طيب وبالنسبة للرياكشن العشرين هتطير العشرين، يتبقى أني بس الأربعين. الأربعين دي محتاجة 20 هنا وعشرين هنا، يعني عملت load divided 2 لأنه symmetric. طيب انا كده حسبت ال fixed end moment عند الممبرز. نبتدي ننقلها برضو عند الجوينتس. تعال ننقل هنا ادي العشرين وادي 13.5، وعندي في الاكس في 20 برضو، وهنا هنقل 9 و 2.25. طيب انا كان عندي المفروض ال degrees of freedom بتاعتي اللي أنا فرضها، ده أول degree of freedom، فأنا هسميها ال fixed end force اللي بتروح في اتجاه واحد، وده تاني degree of freedom فأنا هسميها ال F2. حلو، F1 تبقى بتساوي مجموع ال forces اللي في اتجاه اللي هي هتبقى 20 tons. طيب و F2 مجموع المومنت اللي عندي، هتلاقي ان المومنت عندي هنا 20 positive عشان counter clockwise، وعندي negative 13.5 عشان anti عشان clockwise، فيبقى في الاخر بتساوي 6.5 متر بوزيتيف برضو. اوكي، طب انا كده حسبت الفيكسد اند مومنت وحسبت الاستفنس، فاضل ان انا اطلع الديسبيسمنت، يعني هابلاي الايكويشن بتاعتي. طيب تعالى نابلاي الايكويشن عشان نطلع الديسبيسمنت. طيب بالنسبه لاف 1
فاحنا طلعناها ب positive 20، وبالنسبة ل F2 فاحنا طلعناها ب positive 6.5. طيب بالنسبة لي الاستفنس، ودي الدلتا والثيتا اللي احنا عايزين نطلعها، K11 طلعت معانا 12 على 64، وK21 طلعت 6 over 16. يبقى K11 تبقى 12، ممكن ناخد ال EI constant بره، يبقى 12 over 64 و 6 over 16. نفس الكلام هنا 6 over 16، وكان عندنا ال K22 ب 3 over 2. لو جينا نعوض في الكالكليتر هيطلع لي ان الدلتا ب 196، وما انساش اقسم على الكونستنت ده يبقى اي اي، والثيتا هتطلع معايا ب نيجاتيف 134 اوفر 3 اي اي. تمام، زي ما قلنا قبل كده في الكالكليتر هتدوس على مود، وبعد كده هتدوس على الايكويشنز اللي هي 5، وبعد كده هتبدأ تدخل الايكويشنز بتاعتك في رقم واحد، لان ده 2 ديجريز اوف فريدم، وهتدخلهم بنفس الترتيب اللي احنا شرحناه قبل كده، اللي هو هيبقى عندك هنا ده A ده B ده C، فيبقى ده 12 على 64، 6 على 16، و20 اللي هي دي في الآخر. نفس الكلام هنا 6 على 16، 3 على 2، و 6.5 هنا في الآخر. هيقول لك ال X ب 196 وال Y ب negative 134 over 3. يبقى ده الدلتا وده الثيتا اللي احنا طلعنا. طيب انا كده عرفت ال displacement بتاعتي، الخطوة اللي جاية هي اني اطلع ال internal forces. طيب ال internal forces ه apply ال equation ال internal forces، يبقى انا محتاج اطلع ال equation ال general بتاعتي، اللي هي كانت بتقول ايه؟ كانت بتقول ال force اللي هتبقى موجودة في اي member بتساوي ال fixed end forces اللي احنا بنسميها F node plus ال forces نتيجة ال degree of freedom الأولانية، وال forces نتيجة ال degree of freedom التانية. طيب ال fixed end forces هنا بالنسبة لنا هتبقى هي ال fixed end moment، و F1 المقصود بيها ال stiffness بتاعت الممبر رقم واحد نتيجة الكيس الأولانية، يعني ال stiffness بتاعت الممبر مقصود بيها ال stiffness بتاعت الممبر بتاعي مضروب في ال displacement الأولانية اللي هي في الكيس الأولانية. F2 مقصود بيها ال stiffness بتاعت الممبر بتاعتي مضروبة في displacement التاني. طيب خلي بالك هنا، لما كنا شغالين في الرودز كان عندنا بشتغل على الممبر كامل، لما كنت شغال برضه في التراس كان شغال على الممبر كامل، لكن هنا هيبقى عندي اختلاف ما بين كل سايد للممبر، فهكتب ان ال fixed end، فاكتب ان الفورس في السايد بقى بتاع الممبر، فبدل ما اقول السايد بتاع الممبر فهقول عند جوينت بي مثلا لممبر رقم واحد بتساوي الفيكسد اند مومنت. تعال نروح نشوفها، فيكسد اند مومنت عند جوينت بي في الممبر رقم واحد هي كلوكوايز 20، clockwise يعني نيجاتيف 20 بلس الفورس الستيفنس ممبر لممبر رقم واحد عند جوينت بي. نرجع نجيب الستيفنس
stiffness الممبر عن joint B كانت 6 EI over 16. counterclockwise تبقى positive. والdisplacement رقم واحد اللي هي بالنسبة لنا الدلتا فهتبقى 196 over EI. نتأكد مظبوط 196 over EI. طيب هنطير EI مع EI ونكمل الاستفنس عند member عند joint B في member رقم واحد. في الكيس التانية فاروح عند الكيس التانية member رقم واحد joint B هلاقي ان المومنت الستفنس بتاعتي هي EI وبوزيتيف لانها كاونتر كلوك وايز والثيتا اللي هي الديسبليسمنت التانية بتاعتنا اللي هي الروتيشن بتاعنا كان نيجاتيف 134 اوفر 3 EI. تمام لما نعوض على الكالكوليتر هيطلع لي ب 8.83 طن متر. طيب بالنسبة لي الفورس هنا الفورس المقصود بيها برضو المومنت فورس عن جوينت بي لكن في الممبر رقم 2. فأول حاجة الفيكسد إن مومنت أدي جوينت بي الممبر رقم 2 هلاقي إنها ب 13.5 بوزيتيف 13.5 عشان كاونتر كلوك وايز بلس F1 الستفنس اللي عند الممبر. يبقى أنا هقول ستفنس اللي عند جوينت بي بتاعت ممبر 2 في كيس رقم 1. يبقى انا اروح اجيب ستيفنس في كيس رقم 1 ادي جوينت ادي جوينت بي عند الممبر رقم 2 هلاقيها 0. يبقى اعوض هنا ب 0 يبقى مش محتاج اكتب اصلا الترم اللي هنا اللي هو 196 على اي ار كده كده ملوش لازم بلس ستيفنس اللي عند الممبر. يعني هقول ستيفنس بتاعت جوينت بي عند ممبر 2 في الثيتا. تعال نروح في كيس 2. كيس 2 اهي ستيفنس بتاعت جوينت بي عند ممبر 2 طلعت ب اي اي اوفر 2 بوزيتيف عشان كاونتر كلوك وايز. فيبقى هنا اي اي اوفر 2 بوزيتيف والثيتا بتاعتنا محفوظه نيجاتيف 134 على 3 اي اي. ف اي اي هتطير مع الاي اي ولما اعوض على الكالكوليتر هيطلع لي نيجاتيف 8.83 طن متر. اخر حاجه خالص الفورسز اللي عند او اللودز اللي عند جوينت اي اللي هي في ممبر رقم واحد بتساوي fixed end forces الاول ادي ممبر رقم واحد ادي joint E عندي هنا positive 20 فهكتب positive 20. بعد كده ال stiffness عند الممبر يعني stiffness اللي عند joint E بتاعت ممبر واحد مضروبة في الدلتا. فلما اروح اعوض هلاقي ان stiffness عند الممبر هنا هتبقى 6 EI over 16 مضروبة في الدلتا بتاعتي اللي هي 196 over EI. طبعا EI هتطير مع EI بلس stiffness joint A عن member 1 بس نتيجة case 2. هي case 2 ادي joint A member 1 عندي ب 2 EI over 4 2 EI over 4 ف
في negative 1 3 4 over 3 EI. EI هطير مع ال EI ونعوض على الكالكوليتر، هيطلع لي 71.167 تون meters. اوكي، الخطوة اللي جاية هي اني ارسم عشان اعرف اطلع الرياكشن واعرف اطلع الشير فورس والبندنج مومنت وباقي الكلام. طيب تعالى نرسم الكلام ده على الفري بودي دايجرام. ادي الفري بودي دايجرام بتاعي عند ممبر رقم واحد، ادي ممبر، ادي ممبر رقم واحد. ف عندي من ناحية جوينت بي 8.83 positive، يعني كلوك كاونتر كلوك وايز، وعند جوينت A برضو positive يعني كاونتر كلوك وايز. بقى عند جوينت B ده جوينت A ده جوينت B ده جوينت C، هنا positive 8.83، هنا برضو positive 70.1167. عند joint B2 طبعا احنا عارفين انها تبقى نفس القيمة وعكس المقدار، نيجاتيف 8.83 تبقى مظبوطة. ادي counter، ادي clockwise، والناحية دي هتبقى بزيرو لو انا عايز اطلع الرياكشن. فانا هنا كان عندي 40، فيبقى الرياكشن هنا 20 والرياكشن هنا 20. بالنسبة لممبر 2 انا عندي distributed load 3 والdistance دي كانت 6، ف3 في 6 ب 18 على الاثنين، فيطلع لي هنا في 9 وهنا في 9. فاضل المومنت اللي هي 8.83 اقسمها على اللينث الطول ده كله اللي هو 6، فيطلع لي ان عندي هنا مومنت عكسها 1.47 وهنا 1.47، يبقى resultant الاثنين دول هو 10.47 و resultant الاثنين دول هو 7.528. ده باصص لفوق وده برضو باصص لفوق. طيب هنا 71، هطلع هنا كده 71.167، هنا 8.83، وهبدأ أوصل ده داشت لاين، والمفروض إن أنا عندي هنا concentrated load في النص، فهنزل من النص قيمة PL over 4، ال P اللي هي 40 وال L اللي هي 4 over 4، فهنزل هنا 4 tons. والمومنت هنا عندي دي لسه من تحت 8.83، فهنزل من هنا 8.83، وعندي هنا 0 هبدأ أوصل داشت، وعندي هنا distributed load قيمته 3، فهنزل من النص W L squared over 8 يعني 3 في 6 squared over 8 تبقى 13.5 تون متر. ده اللي انا هنزله وابدأ اوصل بارابولا، اعلق البارابولا بتاعتي، يبقى هو ده شكل البندنج مومنت دايجرام. ده كده البندنج مومنت دايجرام. طيب بالنسبة لي، بالنسبة لي الشير فورس دايجرام، نرجع نبص كده على الفورسز، هنلاقي ان تعالى نبدأ من على اليمين، هنلاقي ان هنا 10.47 طالع لفوق، يبقى انا هنزل من هنا 10.47 تقريبا، وهفضل ماشي
داشت لغاية لما ألاقي هنا 3 تايم بير متر ران مضروبة في 6 يديني 18، 18 نازلة لتحت يبقى أنا هطلع لفوق، لأني بطلع مع طالع وأنزل مع نازل، ده لو من على الشمال والعكس لو من على اليمين، فأنا هطلع لفوق هنا 18 بوينت، ال 18 ماينس ال 10.47 يديني 7.528، أفضل ماشي داش لغاية لما يقفل معايا عن 7.528. طبعا كل الأرقام دي أبروكسيمت عشان أحسبها بس بسرعة، وأوصل الكلام ده ل straight line ومنساش الهاتشنج. طيب بالنسبة للناحية الشمال هلاقي إن أنا عندي 40 طن على ممبر عبارة عن فيكسد، ومنساش إن النقطة دي تعتبر هي النقطة اللي موجودة عند B، والنقطة اللي موجودة عند B النورمال فورس عندها بصفر، لأن هنا أصلا مفيش رياكشن هنا بصفر لأن ده رولر. فهلاقي إن الرياكشن اللي على اليمين هنا بزيرو، إذن يبقى الـ40 كلها هتروح عند الفيكسد سبورت، ويبقى ده شكل الشير فورس شمال وطالع. هطلع عن 40 وأفضل أكمل لغاية ما أوصل لـ40 وأرجع تاني للصفر. مثلا لو ده بوزيتيف بوزيتيف وده نيجاتيف يبقى الجزء ده هو الزيرو، ده بسبب ان الجزء ده هو الرولر. لما نقلت الفورسز بتاعتي لغاية هنا لقيت ان الرياكشن هنا هيبقى صفر. طيب اخر حاجة هي النورمال فورس دايجرام، ادي النورمال فورس دايجرام، نبدأ من اليمين. من اليمين هلاقي ان الفورس هنا عندي بزيرو في الممبر ده، لأن هنا الرياكشن هنا بزيرو. ولما أجي أبص على الممبر اللي هنا فلاقي إن هو هياخد الفورس اللي جاية من عند جوينت بي، الشير فورس اللي جاية من عند جوينت بي وينقلها عنده، فهتبقى نيجاتيف. هتبقى نيجاتيف اللي هي 7.528، لأنه هيبقى compression. ده normal force ده. طبعا ال internal forces اللي هي shear force وال normal force ممكن نحسبهم نفس طريقة ال bending moment diagram، اللي هي ال rule الكبير ال force اللي في ال member بتساوي ال F node زائد ال F 1 زائد ال F 2 لكل member، بس ده هياخد وقت أطول يعني. فالأسهل إن أنا أحسبها من الـ internal force diagram اللي موجودة عندي هنا.